السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض نماذج مماثلة لشات جي بي تي، وحاجة قوية جدا، يعني مش حاجة نص نص، لا حاجة قوية ومن شركات عملاقة زي مثلا لامدا اللي هو من أبحاث جوجل، ال A M D A اختصار Language Model for Dialogue Application، وده مش بعد الجي بي تي، لا ده من زمان جدا ومعمول شات، وكان في ناس قالت ان هو اصبح عنده وعي. تمام، طيب جوجل لما هتلكوا جوجل، طبعا جوجل اصبحت دلوقتي اسمها الفابت، وجوجل ده اللي هو محرك البحث، جزء من التقنيات اللي موجوده، هم هيخلوا اسمه شات بوت بارد، هيسموه بارد بي اي ار دي. الهدف من لامدا وبارد ان هو يبقى فيه تطبيقات حواريه امنه ومنطقيه وعاليه الجوده. طيب طبعا بعد كده مايكروسوفت قوية جدا برضو، عاملة حاجة اسمها جودل جي او دي اي ال اهوت اختصار Grounded Open Dialogue Language Model، ده بيتكيف مع المهام والحوارات، وممكن يبقى فيه حاجة خارج الحوار، يعني في قاعدة بيانات او مستند يقدر يدور فيه ويجيب لك المعلومات منه. طبعا مايكروسوفت. طيب بعد كده بنلاقي عندنا في بلاتو اكس ال، ده من المعمول 11 مليار معامل، متدرب بشكل قوي جدا بالانجليزي والصيني اهوت، اللي ده بتاعه بيتكلم ان هو كان فيه من 2019 في بلاتو 1، وبعد كده ظهر دايلجو جي بي تي، وبعد كده ظهر مينو، وبعد كده البلندر، وبعد كده بلاتو 2، وبعد كده عندنا بلاتو اس ال، ده من سبتمبر 2021. الحاجات دي موجوده من زمان لكن ما ظهرتش غير لما شات جي بي تي مفتوح على الناس كلها، والناس كلها بتشتغل عليه، وحصل تطور رهيب، وناس كلها بقت تسال عليه، وملايين الناس اشتركت في فتره بسيطه، فده اللي خلاه ينتشر بشكل حلو، والحاجات اللي كانت في مختبرات الابحاث مضطرين هم يطلعوها. طيب بنلاقي بعد كده بلندر بوت 3، ده برنامج محادثة آلي مفتوح المصدر، بيحتوي على نموذج مكون من 175 مليار معامل، دلوقتي بقى مسموح للجمهور كنموذج واكواد وقاعدة بيانات ومعلومات تدريب نموذجية. طيب ايه اللي خلى شات جي بي تي يطلع بشكل الكبير الفتره اللي فاتت ديت؟ اولا ان شات جي بي تي او الشركه المالكه ليه اوبن اي اي هو صغير مقارنه بجوجل ومقارنه بمايكروسوفت ومقارنه بالفيسبوك، فسهل ان هو يعني يحاول يتغير، انما التانيين صعب ان هم ياخدوا موافقه، وصعب ان هم يعني بيقول لك لا ما ممكن يطلع يبقى في مشاكل، لا نصبر شويه، فكانت تعتبر جوه المعامل بتاعتهم، انما اوبن اي اي عندهم حماس ان هم يجربوا، وإيلون ماسك من الناس اللي مشاركين فيه، فخدوا المخاطره وبداوا يطلعوها للناس، واول تجارب كانت مش قد المستوى، لكن في فتره بسيطه هو حسن نفسه وبدا يطور نفسه. حتى فكره ان انت تكتب كلام وهو يطلع لك صوره، برضو التقنيه دي موجوده في جوجل وموجوده في شركات كتيره، لكن ما كانش الشركات هي بقى من جورني لسه صغيره فتقدر انها تاخد الخطوه دي. برضو اشتهر بسبب ان هم فتحوه للجميع ان هم جربوه والحاجات دي كلها. حتى الان الشات جي بي تي بيطور نفسه، حتى الان في نسبه اخطاء بتصل من 20% ل 25%، افضل بكتير من النتائج السابقه، لكن برضو فكره 20% 25% يعني خمس الاجابات غلط، فده اجابه من كل اربع اجابات ما بتبقاش مظبوطه. انا جربته في حاجات فادني وحاجات ما فادنيش، في حاجات قاعد يقول لي على اكواد وادور عليها مش موجوده، يعني يقول لي استخدم داله كذا، او اقول له مثلا عايز اعمل ادراج لكذا في برنامج كذا، يقول لي خش على قائمه ادراج واعمل ادراج، يعني وتخش ما تلاقيش القائمه دي، يعني كان بيفت كتير الصراحه، وسالته اسئله كتيره ما جابليش الاجابه المظبوطه، لدرجه ان في بعض الناس كانوا مثلا حد بيقول له انا تعبان قوي انتحر، قال له توكل على الله انتحر. بالناس قال له اعتقد انه يجب عليك ذلك. والمشكله ان احنا بنتكلم معاه بثقه كانه هو عنده علوم الكون، لا هو برنامج حسب المدخلات اللي عنده،
يعني لو انا قلت له ان مثلا ان فرعون ده كان قبل سيدنا ادم، هيقول لك اه، لما تساله هيجاوب. لو قلت له 2 + 2 = 10 واقنعته، يعني كذا حد كرر له، اه هيقتنع بيها. فالموضوع مش ان انا ممكن اساله عن سر الكون، او احنا يعني اصلنا ايه او كذا، هيقدر يجاوب. لا، هو برضو عنده اخطاء كتيره، وانا ساعات كتير بتكلم معاه بالمنطق ما بيسدش. يعني على العموم دي الموقع دي اتمنى ان انتوا تجربوها، سيب لكم الرابط اسفل الفيديو. قريب قوي هتبقى متاحه للناس كلها، هي حتى الان في بعض الحاجات بتبقى متاحه بشكل معين او لسه مش متاحه، انما جوجل وعدت انها في فتره قليله، لان مش هينفع انها تستنى سنه ولا بتاع. لا خلاص، خدوا القرار ان هم هينزلوا الحاجات دي قريب.